أهلا وسهلا من جديد. أفرز التمديد لقائد الجيش مشهدا جديدا صار ممكنا البناء عليه لجهة التحالفات الرئاسية المقبلة وخلاصاتها، الأمر الذي فتح المشهد أمام الاعتراض وأسئلة حول مدى إمكانية الطعن. كل هذا والضغوط الدولية على لبنان لتطبيق القرار 1701 تشتد وسط استمرار الحرب على جنوب لبنان. في هذا القسم من بالدبلوماسية نرحب بالنائب المستقل الدكتور الياس جرادي والنائب عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى. أهلا وسهلا بكما معنا ضيوفنا الأعزاء. أهلا وسهلا سعادتك. أهلا فيكم. مساء الخيرات. مساء الخير. أهلا وسهلا سعادتك أستاذ نزيه وزميلنا محمد حبيب. ومساكم. خليني بلش دغري مباشرة بموضوعنا التمديد لقائد الجيش، ومعنا نواب اثنين لهم آرائهم في هذا الموضوع، والآراء يعني الملفتة لفت غياب الياس جرادي عن هذه الجلسة، وهو نحن بنعرف انه انت بتأيده لقائد الجيش كمرشح لرئاسة الجمهورية، ولكنك عن جلسة التمديد لم تكن حاضر. تفضل. بشكرك على السؤال للتوضيح. طبعا انا خياري كان لشخص العماد جوزيف عون، كنت بعتبره هو نقطه التقاء لبنانيه كثير مهمه لتكون بمركز القياده بهالوضع هذا، واكيد انا من اول المدافعين ومن اول الداعيين كنت، والعمل الدؤوب مع الزملاء تتبنوا نفس الموقف. ولما اجت لحظه التمديد بما يشوبها من افكار دستوريه تجوز او لا تجوز، هلا بنحكي عنها اذا بدك بالتفصيل تفسحي لي مجال. اكيد انتم نواب بدنا نحكي عن التشريع. طبعا كنت من اكثر المتحمسين لهالموضوع هذا، وكنت عم خوض يعني محاولات الاقناع مع الزملاء وباول جلسه وقبل الجلسات، وقد ما في انه لا هيدي لحظه لازم نكون كلنا بهالقرار هذا، وهيدي تبعها من قناعاتي انا الذاتيه. لما اجت الجلسات بهالشكل هيدا اول يوم وتمددت لتاني يوم ولتالت يوم، كانت مربكه، خاصه مربكه لشخص مثلي كان عنده ارتباطات، عندي عياده بدبي وعندي جراحه نهار السبت وبدي روح، وصرت بين بوقف ولا ما بوقف. كان خياري اكيد انه ما رح روح على دبي لحتى اكون عم ساهم اذا كان في من أنا وجودي تيأمن النصاب لحتى يبقى موجود، وكنا على اتصالات حديثة مع كل الزملاء والنواب وغير النواب لنعرف شو عم بيصير، هل سوف يطرح القانون نهار الجمعة بعد الظهر؟ أنا كان في إمكانية إنه ما تتأجل للتنين بكون أنا رجعت، أو كان ممكن ينطرح نهار الجمعة. لا أخفي سراً تطمنت إنه روح من بعد ما تأكدت إنه راح يكون يحظى بالتأييد الكامل والنصاب الكامل. إيه؟ يعني لما تأكدت من هالشيء يعني موقف بآخر مدروس، مش إنه مدروس مش لأنه إنه أنت عم بتضيعنا بموقف، لا لا أبدا، لا عم تعمل موقف ذكي، لأنه كان يعني كان في ذكاء، لأنه كل الأطراف كانت قادرة تلاقي لك مبرر. لا لا لك شغلي فيك تقريها للي حابب يقرأ هيك بهال إيه؟ بهالأسلوب هذا، بس بعتقد اللي بيعرفني ويمكن انتم بتعرفوني انا بتعاطى بهالامور هذه بكثير وضوح، موقفك واضح وموقفي كثير واضح، كان تعامل تقني ليس اكثر. من بعد ما تاكدت، اذا بدك بعطيك التفاصيل تحت الهواء كيف تاكدت انه لا النصاب مامن، فلذلك ما بدي اعمل شوشره بالعياده بدبي كمان باخر لحظه ثاني يوم عندي عمليات لحتى ما اروح، وتاكدت. فالمهم النتيجه، تاكدت عن النتيجه اللي انا كنت عم بشتغل كرمالها، فحسيت انه خليها تكون بدل ما نضحي بشيء، الاثنين رح يكونوا ربحانين، تقنيا ربحانين وبالتمديد ربحانين. نعم. ما في ربح، يعني مش عم نحكي ربح وخساره، بس انه الهدف اللي عم بسعى له رح يكون مأمن. نعم. سعادتك نزيه متى أمن دكتور الياس، يعني بعد ما أمن على قائد الجيش أخذ قراره، فشو رأيك؟ نحن عم نحكي عن تشريع وعم نحكي عن اعتراضات كثيرة على هذه المواقف، وعلى طبعا في اعتراضات على وجودكم بالجلسة وتمديدكم أيضا لقائد الجيش، تفضل. أنا برأيي هيئته كان مقرب من المطبخ الداخلي للطبخة اللي عم تصير للتمديد لقائد الجيش من طرف غير المعارضة، لأنه المعارضة كانت حسمة أمره أنه راح تكون موجودة بالداخل الجلسة، فهيئته كان مقرب من احد الاطراف المطبخ الداخلي على التقاطع بالمعلومات وثاقه. ايه مزبوط، ما عم اقول لك هالقد كنت واثق من الموضوع، ما عم بنفيها. بس سالتك سؤال تحت الهواء، رح ارجع اسالك اياه مره ثانيه، لو هالاشخاص يلي اكدوا لك انه رح يامنوا النصاب ورح يكون موجود، وكلنا بنعرف النصاب فرق مش على كثير يعني،
انه لو فرط انه صعب اخر لحظه بس سوري سؤال ايه ما كنت حسيت حالك قلتي طالما هالقد محمس لقيت الجيش؟ كثير مش شوي بس انت شو كنت عملت بهيك لحظه مثلا؟ لا لانه ضليتنا على تواصل يعني انا ضليتنا على تواصل مع الزملاء بعطيك اسماء يعني أوكي. اليوم كنا مجتمعين لاخر لحظه انه شو الامور بس حضرتك كنت خارج البلد كيف كنت لا جيب. انا كنت بعني بالبلد انا بالبلد. كنت انا الطياره طارت 4:30 بعد الظهر انا كنت بهاي الاجواء كنت بعني 4:30 طياره اذا كنت على المطار 2:30 انت هي الجلسه كانت الساعه 3 لا عم تلحقوا على الدعسه صرتوا على الدقرة لا شوي صراحه ما هو عمل اللي بدك اياه لا لانه الجلسه الساعه 3 4:30 طيارته المفروض يكون قبل بساعتين من حسب اذا كان عم يتصرف كمواطن مش كمسؤول يعني تروح لا من الساعه لا في مرات انت بتعرف المومنتوم اللي انحطت فيه الانتخابات جلسه ومفاجات وتاجلت وكذا انا وغيري بعرفهم انه كان عندهم كمان ارتباطات بس ما كانت محسوبه انه الرئيس بري راح يسرع بالاشياء تنتهي بظرف ساعه ونوصل للبند ال 16 يلي هو انا كنت عم بحسب هل هو سوف تسرع لتكون كان الارجح راح تكون للتنين اوكي بس كنا عم نحط الورست كيس سيناريو ماذا لو طرحت نهار الجمعه بعد الظهر وهيك صار هل راح يكون مأمن؟ قال اتصالات الكتله يعني الاستاذ نبيه بري صوتوا وانا كنت عرفت يعني شفتي كان قريب للمطبخ الداخلي من خط الغير المعارض من هيك هالقد واسع عم يتهمك انك قريب من السلطه لا قريب بالتقاطب المعلومات يعني ثاني غير المعارض رح اقول لك شغله اذا بنحكي من قريب مين اللي كان عم يطبخ مين اللي عم يطبخ جوا مع الدبلوماسي وهذا ليس من معيب انتبه ولا حتى ما نفكرها اتهام بس عم نحكي بالواقع يعني اذا هو عم يحاول يوحي فيها انه هاي اتهام لا ما هن كانوا عم يديروا المطبخ مع الاستاذ نبيه بري مش انا اها لكن كمل انا رح اسكت فانا بس لحتى للتوضيح ومش تهم انتبه انا ما عم بتهم فيه بس عم بوضحها لانك عم بتقول لي لا انا كنت بعلاقاتي بعلاقاتكم بعلاقات الكل كنت انا كثير حريص انه اذا صار التصويت يبقى الاصوات مأمنين لحتى انا اذا كان غيابي ما يعمل غير المرتجل انا كنت عم بشتغل له هلا كانت قيمتها مش انتوا اللي امنتوا الطبخه مع الرئيس نبيه بري عم بيقول ياسج رادي وغير الياسج رادي والطيار الوطني الحر ما طبخه والطيار الوطني الحر تكنيكاليتيز خلينا نسميها تكنيكاليتيز ومش معيب يعني هي عمل سياسي يعني ما منه تقلك شيء يعني بعلم السياسه او العسكر لازم يكون في هدف واهم شيء الانسان يحقق الهدف تبعه له اكيد بالاطر المرتبه واللايقه نحن ما كان في طبخه ابدا مع الرئيس بري بالعكس نحن اول المعارضين كان رئيس بري للاقتراح القانوني اللي نحن حطيناه تمديد لرتبه عماد يعني ايدي الجيش وكنا حاطينه يعني شرط بكل صراحه انه يكون بند وحيد وهيدي استفزت الرئيس بري لو كان غير هيك مثل ما عم بقول زميلنا الياس انه نحن احد اللي عم نطبخ الخبريه كانت اخذت غير منحة انا فهمت غلط كلمه طبعا ما بقصد هيك بس تنسيق واضحه بس انا عم هيك عم علق على الكلمه لانه مرقت يعني اوكي فبالعكس تمام نحن رحنا ستريت فورورد على الموضوع وقمنا بزياره الرئيس بري وطلعنا صرحنا وراها دغري شو كانت نتيجه الزياره لا كان في طبخه ولا شيء ابدا قلنا لهم نحن تمنينا على الرئيس بري يحط هالبند لانه اقتراحنا هيدي شروطه هيدي اسبابه حطينا الاسباب الموجبه وقلنا سالنا بالحرف الواحد بتحضروا قلنا له نحن على ضوء جدول الاعمال اللي بينحط نحن رح نطلع نقول على صوت عالي اذا بنحضر ولا لا بكل بساطه نحن سالناه سؤال بالمقابل انه رح تاخره وطلب منه متر عدوان انه اهم شيء يكون اول بند من المعجل المكرر من بعد مشاريع القوانين تبع الحكومه وهيك صار بقى هيدي ما اسمها طبخه هيدي بالعكس هيدا وضوح وضوح بالرؤية هيدي هيدا تكتيك تبعنا والدليل على الموضوع بس انتو خالفتوا مواقفكم السابقة انه انتو لا بتعتبروا المجلس هيئة ناخبة وما رح تحضروا اي شيء ويتعلق باي بند ما رح تأمنوا نصاب ما رح تأمنوا شيء هيدا كله ما كان موجود لما بالعكس. شفتوا انه في تمديد لقائد الجيش مشيتوا لا لحظة يعني عطيناكم نعطيك لا العكس تمام نحن كنا فوق الطاولة مش انه مثلا رحنا ببند واحد لانه هيدا البند اللي بدنا اياه ونزلنا بالتكتيك تبعنا وانتبهي واشاد بالموضوع نائب رئيس مجلس النواب الزميل علي حسن خليل اشادوا بالتكتيك اللي تبعناه نحن بالعكس سكوتنا كان داخل الجلسه على نهارين كاملين
تأكيد أنه نحن ضد أي جلسة تشريعية، وكأنه عم نوصل رسالة بالمستقبل نحن رح نكون ضد أي جلسة تشريعية، نحن ضد أي جلسة تشريعية إلا إذا كان فيها بند بذات أهمية مثل تمديد لأيد الجيش أو الموازنة تنقول أو يعني شيء مهم هالقد لدرجة بفيد المواطنين، بفيد الشعب اللبناني، بفيد الوطن، بفيد الاستقرار بالوطن وهلو مجرة. هلأ النصاب ما اقتراحنا إنه منكب اقتراح ومنضل قاعدين بالبيت، ما نحن مقدمين اقتراح ونزلين مصرين على هذا الاقتراح، أكيد بقى نأمن حضور وأكيد بقى نأمن النصاب لأنه بدنا هيدا البند يقطع بهالبساطة. طيب ما بتعني لكم شيء المطالعات القانونية اللي بتقول إنه هذا التمديد غير شرعي ولا يصح ولا يجوز وهيدي الهيئة ناخبة لازم تكون وبغياب رئيس للجمهورية أنتم فريق كبير طبيعي وانتم من المفروض يعني تكونوا اول من عم يحمي هذه الحقوق طبيعي بتشوفوا هيدي المطالعه سليمه ولا بتعتبروا حالكم ما اخطاتوا وما خرقتوا الدستور ولا خرقتوا العرف؟ رح اخبرك شغله، دائما كمان بالدول في عده خطوط اماميه هي بتكون تحمي الحقوق والدستور والقانون بمقدمه رئيس الجمهوريه، لما تشوفي انه رئيس الجمهوريه منه موجود، لما تشوفي انه في حكومه مستقيله تصريف اعمال ولا على اجتماع عم يتفقوا ولا على نصاب عم يتفقوا ولا على شيء عم يتفقوا، لما تشوفي انه مجلس النواب انه اوكي وفق اولويات خجوله يعني على القطع عم يجتمع مجلس النواب ومره بيجتمع مره بيجتمع، طيب بعد فيها الضمانه ايدي الجيش، في اهم من هيك شغله انه ينزل مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في ظل تخاذل طويل عريض من الحكومه اللبنانيه اللي هي مفروض من واجباتها هي تاخذ هالقرار يا تعين يا تمدد يا تاخذ قرار من هالنوع، خاصة كلنا بنعرف يعني عم نفوت بصلب الموضوع تنقول كلنا بنعرف الوضع الأمني الهش بالبلد، لبنان سوري بالبلد ما بنعرف كيف بيتحركوا بيوم من الأيام، الفلسطينيين الموجودين بالبلد وكلنا بنعرف كمان الدعوة اللي طلعت منهم لطلائع الطوفان الأقصى، كلنا بنعرف الحرب الموجودة بغزة وبين لحظة والتاني ما بنعرف أمتى بتنعكس على لبنان، كيف ما بنتحمل مسؤولية؟ بالعكس لأنه نحن فريق كبير. لو كانت الظروف غير حرب، معلش بس لانه اكيد لو كانت الظروف غير حرب كنتوا رحتوا بهالتصميم للتمديد لقائد الجيش ولا كنتوا لقيتوا مطالعه ثانيه لحتى تروحوا؟ رح اخبرك شغله، القوى العسكريه هي رديفه للحرب باي معنى انه لمين بيتمدد الا كان بظل ظروف حرب، لو ظروف لو غير حرب بركي يمكن يعني انت عم تحكي بغير ظروف، عم مبدئية الموضوع عظيم، نحن عم نقول الظروف الموجودة اللي كانت بتقضي لقيت جيش يتمدد له لأنه عندك ظروف حرب وأمنية ولا استقرار وحدود فلتانة لازم يتمدد لقيت الجيش ما في مجال، وبرجع بقول لك شغلة صغيرة، يمكن ظروف غير حرب استثنائية، يمكن هاي المؤسسة العسكرية المؤسسة الوحيدة اللي بعدها ماشية أنا برأيي لازم يتمدد لقيت الجيش، مع العلم نحن بكل صراحة بقول لك لو وضع مستتب بالبلد نحن ضد التمديد أكيد ضد التمديد، بس عشرت يكون في رئيس جمهورية، لأنه إذا أي جيش منه موجود على القليل في قائد القوى العسكرية الأعلى اللي هو رئيس جمهورية بيكون موجود قادر ياخذ عنه القرار. لا في رئيس جمهورية، لا في قائد أركان. انتبه في تجاذب مين بده يكون من بعده، أكيد لازم يكون في تمديد أي جيش بكل الظروف. سعادتك أستاذ الياس دكتور الياس، طيب أنتم تغييريين وهذا السؤال بديهي، كيف ممكن انه يعني توضحوا للعالم انه انتم بلا عم تبرروا تمديد وهذا الامر بيكون عاده غير طبيعي يخالف الدساتير ويخالف السياق العام؟ طيب اذا التغييريين مع التمديد مش بس لقياده الجيش عم نحكي، لانه ممكن اللبناني يقول لك اوكي انت مددت لقائد الجيش معناته انت المنتاليتي تبعولتك انه انا فيني مدد باي استحقاق لاي شغله، كيف بتوضح هذا الامور؟ تسمحي لي، هذا الموضوع له تشعبات كثير بدي احاول اخدها على كل الاصعده، اول شيء ما يعرف بتشريع الضروره او يعني بغياب رئيس الجمهوريه كواقع قانوني دستوري هل هو يجوز او لا يجوز؟ اعلنت انا ماني رجل قانون وانما عنا استشاراتنا كانت قبل هالازمات هيدي، وكانت كل او مجمل الاراء القانونيه بتقول والدستوريه لا تشريع الضروره هو شيء قائم مش بكل الدساتير بلبنان وغير دساتير، وفي امثله كثير بلبنان وبرات لبنان كمان. نحن من الجماعه اللي نزلنا اعتصمنا بمجلس النواب ومع تفعيل الدستور وان نكون هيئه ناخبه، صار في وقائع كمان لما قدمنا نحن الطعن بالتمديد اللي صار للبلديات والمجلس الدستوري رجعنا الرد الطعن، فهذا اقرار ضمني
بتشريع اللي صار. يعني عم بحكي انا هلا بيور ساينس، ما بياخذ مواقف، انه هذا وقائع دستوريه، يعني صار واقع التشريع الدستوري، صار الضروره صار واقع. غير انه هو وجهه نظر دستوريه اللي استنتجناه من الاول مع الخبراء الدستوريين، انه لا هذا واقع ما حدا فيه جهل، وخاصه انه هلا المؤسس الوحيد المتبقي من مؤسسات الهيكل الدوله اللبنانيه هو مجلس النواب، كمان تع وقفوا بهالظروف كمان مشكلتين، بس بعدها وجهه نظر. انتبه يعني بعد عم نحكي عن، بس انا عم بفسر شو وجهه النظر. نرجع نقول لما كان في رد للطعون اللي قدمناها بظل تشريع بغياب مجلس رئيس الجمهوريه هو التمديد للبلديات، صار في اقرار ضمني انه هذا صار واقع، وعم بيقر عم بيجتمع مجلس النواب. طيب هذا واحد. اثنين، انا شخصيا مع العماد جوزيف عون، وانا كان من الاشخاص اللي بشوفهم مؤهلين يكونوا برئاسه الجمهوريه من الاول، وهذا من بدايه انا ما غيرت ابدا واعلنتها كذا مره. طيب انا ما بتناقض مع حالي، هل الظروف تستدعي الى هذا العمل الاستثنائي؟ طبعا نحن مع انتظام الدستور، مع تحييد المؤسسه العسكريه عن اي تجاذب، عن اي يعني تكون مؤسسه مستقله بتدير حالها، ممنوع التدخلات السياسيه، وكل المؤسسات مش بس العسكر كمان عارفينه. للاسف بواقع الحكومة لازم تقول، الحكومة المستقيلة كمان لازم تقوم بخطواتها. طيب ما قامت بالخطوات، ما نحن مجلس نواب عم نتلقف الكرة كل مرة لما نكون الحكومة ما عم بتقوم بواجبها، عم نتدخل نعمل تدخلات كتير. ما هذا كمان واقع بتدخلنا، أنا ليش بدي أقوم أمشي بتشريعات ومراقبات و و و، ومفروض الحكومة هي تكون عم بتعملها. الحكومة بسبات، هي مش بسبات، هي باحتضار، يعني احتضار شرعي، هي مستقيلة. غير انه البرفورمانس تبعولها هو وفاه، يعني شهاده وفاه بده على اثنين سوا. ف طيب مجلس النواب بهيك ظروف هل يتدخل؟ انا بعطي توصيف قانوني دستوري، طبعا في الضرورات بتحكي عن مبدئيه الفكره دكتور، بس انا بدي اضيق شغلي عن مبدأ. ما بالك بالمبدأ، انا بحكي بالمبدأ اللي كانوا قبلكم او اللي هن بعدهم اصلا اهل السلطه كانوا يقولوا ما نحن تشريع ضروره، نحن مضطرين وعندنا ظروف. قلنا التغييرين ما بيقولوا هيدي اللغه، ما بيقولوا نحن الظروف رح تجبرنا. انا اعلنت قبل هيدا الموقف، انا اعلنت قبل هاي الموقف انه تشريع الضروره هو قائم. نعم. انا مش رد فعل، انا كان موقفي من الاول انه تشريع الضروره هو حاله قائمه. عم بحكي انا دستوريا، مش عم بحكي لانه بانتخابات قياده الجيش. بس انا بدي اقول شغله، كيف بتشوف موقف التغييرين اللي غابوا؟ انا بدي اضيق على شغله بعتقدها كثير مهمه. أوكي. هي تطغى على كل التفسيرات. اوكي، انا هلا بالتجديد، وهذا ما كنت اطمح اليه انا شخصيا، بقياده الجيش للعماد جوزيف عون، ارى في ليس انتصارا اللي عم بيحاول يبينه كانتصار، هو ليس القوات اللي عم بيحاولوا يبينوها. لا لا انا ما عم بحكي، انا هي ليس انتصار لاحد على احد، وانما هو خطوه جسمنا لبيس، هو خطوه يبنى عليها، يجب نتوقف عندها الى دلالاتها. ومن اهم دلالاتها انه كل الافرقاء اللبنانيين بعدهم مستعدين يعملوا خطوه للوراء من اجل الالتقاء بشخص يحظى بالثقة بالداخل أولا، وهذا ما يهمنا، وله امتدادات بالثقة بالخارج. نحن بهالظروف هذا هو الشخص. إذا عملت خلاصتك من هذا الموضوع، أنا أكيد أنا نحن بحالة بحاجة لهي أشخاص. أنا تسكيتي للعماد جوزيف عون منا جديدة، يعني بديش أقدر نقوله أنا بشوف فيه القادر ومناقبيته، عم تكفر عن ذنوبك على الغيبه هيك. ايه عم تكفر عن ذنوبك عن الغيبه. لا 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 ابدا، لا انت كنت غايب عن موقفي، اسمح لي قلبي، انا هيدي موقفي من الاول. بس انا عم بقول انه بهاللحظه هيدي دلالاتها كثير مهمه، انه جميع الافرقاء او مجمل الافرقاء بلبنان عملوا شيء اسمه ستيب باك. واذا بدك تروح على قدروا يلتقوا مش بس بالوقت اللي عم بيقولوا، انا بحكي بالمعنى السياسي الاستراتيجي، بهالحاله الغليان والمواجهات اللي عم نشوفها والحرب اللي هي حرب اكثر من اقليميه، يمكن هي حرب كونيه، وعم بيصير في مفاوضات. انا برايي دلالات السياسيه هيدي اذا لها دلالات، انه بعدنا كل الاشخاص تركين ذا باك دور اوبن، مثل ما بيقولوا تركين مجال للتفاوض على اشخاص هن ثقه عند كل الاطراف. انا هيك بقراها، وبتمنى من الجمهور اللبناني اللي عم يسمعنا هيك يقراها، هي هالقد دلالاتها البوزيتيفيتي. بالدستور يتم الطعن لا يتم الطعن، اتمنى من الكل الافرقاء يقروها بهالقراءه هيدي.
أو إذا بده يقدم طعن هي حقه الدستوري أكيد مع كل الاحترام، وإذا المجلس الدستوري بيقبلوا إياه بنا سوف ننصاع جميعا. سعادتك أنتو كنتوا عم بتصوروا، في علي شغلة قبل أكيد أنا رح أخدك كمان لتعلق على الانتصار، كنتوا عم بتصوروا المشهد أنه انتصرت القوات وإن شاء الله بدها تتحالف مع مين ما كان، مهم أنه يلي بده إياه جبران باسيل ما يصير. هيدا الجو العام اللي كان عم بيصير وكأنه هي معركة عن جد شخصية، مش أنه عم نفكر بقيادة الجيش وباللي صار وإذا خرقنا الدستور ولا ما خرقنا الدستور. شو بس في علي قبل شغله صغيره، اول شيء انا بوافقه بمطارح كثير اللي قالها، بس اهم شيء ما نتعود على غياب رئيس الجمهوريه. هذا اول شغله اكيد. اوكي شغله ثانيه بدي علق نكزه كمان على التغييريين، لانه حضرتك كنت عم تقولي عن تغييريين، انا برايي هذا تحمل المسؤوليه، بالعكس يعني خليني اجاوب عنهم، هذا تحمل المسؤوليه. واهم ما صار عند بعض التغييريين صاروا قراب للواقعيه السياسيه وبيعرفوا انه السياسه ما في كلهم يعني كلهم، وما في بالسياسه لا حقيقه، وبالسياسة انه ما في شيء نظري، في ارض واقع على الارض، في 128 نائب، هال 128 نائب هن ادائهم وممارستهم بتوصل لمطرح معين، فلسبب هيدا انا عن جد مبسوط من عدد كبير كبير من التغييريين لانه صاروا قريبين للواقعية السياسية، لانه صاروا عم ينشدوا للممارسة السياسية ابدا للواقعية السياسية. هيدا الكلام الدبلوماسي اللي أبداً. انا عم تقوله صاروا عم بيفكروا مثلنا ويفهمونا. لا انا عم اقول بالعكس، نحن ولا مرة كنا بالسلطة يفهمونا، لقلنا بالعكس انا عم اقول قراب على الواقعية السياسية. نعم؟ كنتوا بالسلطه بلا انتوا اللي بيكون نائب شو بيكون، وبيكون وزير شو بيكون؟ لا رح خبرك، رح ننقل لغير موضوع شوي. وزير حسباني، الوزير الاشتياق، بيكون نائب منه سلطه، نائب هو منه سلطه، نائب هو انسان منتخب تيمثل الشعب، هو صوت الصارخ للشعب داخل مجلس النواب، منه سلطه ابدا. اوكي طيب. المجلس التنفيذي هو سلطه، رئيس الجمهوريه هو طيب سلطه. سلطه التنفيذ كنتوا بالسلطه وعملتوا تفاهم مع اهل السلطه منيح؟ لا مش هيك، انتوا تفاهم يعني كبير وزيادة، بتحب نفوت بنغوص بالموضوع فينا. نعم بس مش هيك الواقع ابدا يعني. اوكي اسمحي لي بس اكيد لحتى يعني انا بينوا تغييريين. ايه انا يعني نحن تغييريين، فنحن فرق من تغييريين احنا صفات. يعني انا برايي التجديد، وقلت لك انا قراءتي كانت له بالوقت الحاضر اللي انا لقيتها كثير ايجابيه، وكثير انبسطت اني في كتله استاذ نبيه بري صوتت. نعم الى دلالتها حركه امل. أكثر من هيك خلينا رجاءا ما نعود نتطلع بالأمور انتصارات، هي منه انتصار، هذا خطوة يبنى عليها إلى قراءتها أنا عنديها بإيجابية، منه انتصار لأحد، ما صار في لأنه ما في خاسر تكون في رابح، هو موقف كلنا. أنا بحكي عن حالي، إذا هني كانوا بيخدوها معركة هذا عندهم، بس ما بتصور هني هيك. وإذا الزملاء التغييرين اللي جددوا اللي صوتوا كمان مثلي، برأيي كانوا عم بيشوفوا بس بضرورة بهيك ظرف بالظروف، هي مصلحة وطنية فقط. يعني رجاء ما في حدا نتقاطع بأماكن بواقعية، هو ليس لأنه أنا ما في يقول والله إجوا اقتنعوا بفكرة الآن من سنة ونص عم نادي فيها، لا انا كنت عندي قناعه من الاول وبعدها موجوده، ارى مصلحه لبنان ان شاء الله يكونوا فكروا بمنطق المصلحه الوطنيه، بس هالقد قلبي وقد نكون مخطئين انتبهي قد، بس انه هالقد هي كانت اتليست عم بحكي عن حالي. نعم هالقد هي كانت مبنيه عن رؤيه عندي اياها من زمان، ترى بهالشخص هذا وخاصه بهالفتره هيدي اللي بدنا اشخاص عندهم مناقبيه، عندهم ثقه بالداخل لمجمل الاطراف اللبنانيين، على رأس المؤسسة العسكرية اللي هي يجب أن تحمي وتكون مسؤولة. وأكثر من هيك تنكون صريحين بشكل مباشر، عندهم كمان ثقة بالخارج. طب صار واضح هذا الموضوع. زميلنا محمد شو عنا بزيول التنتصار تبعونا؟ انتصار عم بتحس كل ما اقول لك انتصار انه قصده عنك. انا انا قصدي عنكم لا لانه هيك شفنا، بس انا ما جاوبتك عن الانتصار. ايه رح وقت يخلص استاذ محمد رح جاوبك. طيب شو عنا تداعيات التمديد بالاجواء الصحفيه والسياسيه؟ تفضل. يسعد مساك رزانا ومساء ضيوفنا والمشاهدين، رح نحاول نختصر قد ما فينا. قرار التمديد لقائد الجيش حسم من بعد زياره المبعوث الرئاسي لدوريون الى لبنان، وايضا زياره مدير المخابرات الفرنسيه برنار اميه، وايضا تاكد هذا الموضوع بعد زياره الرئيس نجيب ميقاتي بعد عودته من جنيف، وسمع رسائل شديدة بهذا الموضوع، ويعني أشبه بإنذارات
للقوى السياسية أنه هذا مطلب بالدرجة الأولى أوروبي يتعلق بالمصالح يعني الأمنية الأوروبية بلبنان، وأيضا بملفان أساسيين هن موضوع النازحين السوريين وبموضوع 1701، وأكيد حدهم موضوع العلاقات الأمريكية مع يعني ومصالحها بلبنان. نعم. وأيضا كمان حسم الموضوع قبل يعني خلال يومين، هو القرار اتخذ لكن الإخراج ترك الإخراج الدستوري والقانوني للقوى السياسية والتحديد للرئيس نبيه بيرلي والرئيس مئاتي ليعملوا التخريج المناسبة، لكن كان في عقبة أمام بت الموضوع بمجلس الوزراء صارت معروفة، يعني أنه كان في إمكانية كبيرة للطعن وقبول الطعن لأنه في سابقة بهذا الموضوع بالطعن بالتمديد لقائد الجيش جون قهوجي وانقبل الطعن بعد فترة، فهذا منع رئيس مئاتي انه يطرح الموضوع على جلسه مجلس الوزراء، وشفنا كيف طالت الجلسه. اذا هذا هو السبب اللي ما كان نعم الطرح ممكن صح، وكان في اصرار من البطريرك ومن عده قوى سياسيه انه يتم الموضوع، من ايضا من القوات اللبنانيه انه يتم الموضوع بمجلس النواب لانه محصن دستوريا وقانونيا، وحتى بقيت لقبل بيومين كان في خوف عند اطراف المعارضه انه يطير النصاب لانه ما كان بعد مؤكد تصويت كتلة تنمية والتحرير، كان في خوف من تطير النصاب داخل الجلسة، كرمال هيك ظلت يعني الاتصالات والمشاورات اللي قادتها القوات اللبنانية مع رئيس مئاتي من جهة ومع رئيس بري من جهة، مع رئيس مئاتي كان عبر الوزير ملحم مرياشي كان صلة الوصل بين النائب جورج عدوان وبين رئيس مئاتي، وتم خلال الجلسة تم كثير من الرسائل اللي صارت نقلت رسائل بهذا الإطار، وأيضا بين النائب علي حسن خليل كان كمان عم ينقل رسائل بين الرئيس بيرلي وبين نائب جورج عدوان لحتى تمت التخريج النهائي. هذا هو التنسيق اللي قصده عنه سعادته، الطبخه اللي هي قصده تنسيق عليها. بس المعلومات اللي عم بقولها سوري يعني بس بتفتقد لمطرح كثير كبير من الحقيقه. نحن كنا بمجلس النواب وشفنا كيف كانت عم تنقل الرسائل. انا برايي تكنيكاليتي كيف النائب ملحم مرياشي كان عم ينقل انا بقول انه عملت اتصالات وتاكدت انه راح يتمددوا، بس منه معيب انه انت بمجلس النواب مع الزملاء. كان في شرط عند القوات انه بيحضر الجلسه مثل ما تفضل سعادته انه ينحط قانون معجل اكثر من مره على جدول اكثر من نائب، وكنت عم حثهم واسحقهم تغيبوا وبدنا نمدد وهيدي وهذا، بقول على راس السطح ما بخبيها يعني، وهيدا ليس بالشان يعني. شو كنا عم نعمل هونيك؟ نحن كنا عم نتحاور لحتى تأمن، فاتخذ القرار يعني بقبل بيوم انه كانت الامور رايحه على تمديد لقائد الجيش بمجلس النواب. هلا بموضوع الطعن النيابي، التيار الوطني الحر بانتظار يعني صدور القانون، يعني يوم يومين بده يصدر بجريده رسميه، وبناء عليه عم بيحضر التيار الثغرات والمخالفات القانونيه والدستوريه بهذا الاطار، لكن المشكله الى اي مدى، او السؤال الى اي مدى سيقبل المجلس الدستوري هذا الطعن، يعني لا سيما انه هو 10 اعضاء المجلس الدستوري، 10 اعضاء مع الرئيس، فبده حضور 8 اعضاء لاتخاذ القرار. 7 على الاقل، فنحن بنعرف انه احيانا بتغيب اعضاء، وهن الاعضاء ينتمون الى عده يعني مكونات سياسيه، واكيد المجلس الدستوري قد يتاثر بالجو السياسي الموجود. اوكي، فيتو الطائفي. نعم، وفي استبعاد لقبول الطعن وصعوبه كبيره بقبول الطعن. تماما، ردك سعادتك على الكلام قبل ما يحكي زميلنا قبل ما نفوت على بريك. اول شيء عم نحكي عن الانتصار، يعني اكيد مش انتصار للقوات اللبنانيه، اذا بدك انتصار للخيار اللي اخذته القوات اللبنانيه، صحيح هو انتصار للمصلحه العليا للبلد، انتصار يعني ما بتصور البطرك كان عم يشتغل حتى ينتصروا القوات، والرئيس بري مش انه الكتله تبعيته صوتت حتى يكسبوا القوات، بالعكس هيدا انتصار للاستقرار بالبلد، هيدا انتصار للمصلحه العليا مثل ما قلنا للوطن، هيدا الاستقرار، هيدا الانتصار يعني لكل اللبنانيين بظل هالظروف الموجوده يعني اكيد. بعدين نحن مش بصدد نعمل معركه مع جبران باسيل يعني حقيقه، يعني ليش عم نصغر هالحدث هالقد ونحطه بزواريه بالضيقه حقيقة؟ يعني البطرة كمان عنده مشكلة مع جمران بيصير؟ لا مش مزبوط، كنا عن القوات لا عم لك نحن بالنسبة لنا عندنا خيار مصلحة كبيرة مصلحة هيدا البلد. الخيار هيدا بالنسبة لكم انتو رحتوا عليه لأنه خيار رئاسي مستقبلي؟ رحنا على الخيار لأنه هلأ بوقت الحاضر
نحن عايزين اهم شيء الاستقرار بالبلد، والاستقرار بالبلد مفروض يجي من وراء انه يكون في يعني. بس شوفي هالكلمه قائد الجيش، طيب كيف بدك الجيش يندار من قبل تصريف اعمال منه يعني منه مؤسسه اداريه؟ لازم يكون في قائد اصيل للجيش اللبناني بظروف معينه، لا سمح الله صار في حرب بالبلد، مين بيقود الجيش؟ في حرب ما بعرف كيف ما بنعرف بحال صار في حرب بالبلد هلا بالحرب ولا لا؟ انه حرب حرب بالمباشر، طيب اوكي مين بيقود الجيش؟ لازم يكون في قائد للجيش، نحن هذا الهدف الرئيسي تبعنا يعني بشكل يعني كثير بسيط. بس هون بكل جيوش العالم بحالات الحرب بصير في تمديد للرؤساء، يعني انا كنت بتمنى بالفعل من كل الافرقاء انه ياخذوها بهالمنحه بس المسؤوليه بدون تسجيل مواقف وبدون تصعيد سياسي، هي نحن بحاله تقاطع سياسي استثنائي. دولي استثنائي وعسكري واقتصادي وكل شيء. التمديد لقائد الجيش كنا نتمنى ان ياتي من يعني لازم بالاجماع يكون، انا برايي يكون بالاجماع ومن مجلس الوزراء، يعني هذا كان بيكون تكنيكال بيتاخذ انتصار للوزراء، لانه بس للاسف هذا غير مؤمن بمجلس الوزراء، لكن ان يبعد عنا هذه الكاس المره اذا بدك. بس ما صارت، نحن ما فيك تقعد تتفرج تقولي انا بهالامور، هيدي بيكون بيكون متفرج. انا بس وبس برجع اسال، ما في انتصار، هاي خطوه يبنى عليها. احد النواب يعني بعث لي على الواتساب انه نسقنا الموقف قبل الجلسة، نحن والقوات والاعتدال واديب عبد المسيح لم ينتصر احد، انتصرت المصلحه الوطنيه. مين اللي بعث لك؟ احد النواب اللي نسقوا مع القوات اللبنانيه بموضوع التمديد لقائد الجيش. حركه امل يعني؟ احد نواب حركه لا. امل؟ لا. طيب خلينا نفوت على بريك مشاهدينا ونعود لنتحدث عن القرار 1701 وغيرها من الملفات. بريك. عوده لدبلوماسيه مع النواب الياس الجرادي ونزيه متى. خليني بلش بما يجري طبعا بالجنوب. نعم بس بدي اقول اسم النائب يعني ايه؟ نزولا عند رغبه سعاده ايه؟ النواب. تفضل تفضل. هو النائب بلال عبد الله عضو نعم. كتله لقاء ديمقراطي. نعم نوجه له تحيه لسعادته بلال عبد الله. طبيعي نحن على تنسيق معه بشكل متواصل. عم نحكي عن التنسيق صحيح. نعم طيب دكتور الياس الجرادي، حضرتك ابن الجنوب والمعارك لا تزال يعني مستعره في الجنوب بكل اللحظات. اليوم نحن امام ضغط دولي لتطبيق القرار 1701 وهذا الكلام واضح، ويمكن ما بعرف قديش بدها تستغل الامور ولوين بدنا نوصل ومبعوثين فرنسيين وما الى هنالك. عندك قراءه لهذا الامر؟ متخوفون من انه هذا القرار اذا بقينا نحن الحرب مفتوحه يوصلنا بنهاية المطاف لأكبر مما يجري؟ أعلنت ورح أرجع أعلن، قلت أنا بمرحلة من المراحل أنه توقيت الحرب كان حمساوي وإنما الإيقاع هو إسرائيلي بامتياز، حتى مخططات الحرب اللي والإجرام اللي عملته إسرائيل بغزة إجرام بحق الإنسانية جمعاء، هي ليس فقط بحق الفلسطينيين، هو كان كلها مخططات موجودة، هي اجى بس التوقيت اعلنتها بالعمليه اللي عملتها حماس. فكل هالايقاع وبعده مستمر هالايقاع، يعني تهجير اهل غزه، تصور عم تطرحوا تهجيرهم ابعد من ارضهم ولا عوده. ما بعرف هذا نحن باي عصر باي انسانيه عم نحكي هيك. كذلك تفكير لا إنسان المتوحش يمتد جنوبا هو ذاته، يعني اللي بغيب عن المنطقة العقل الإسرائيلي بالتعاطي مع شعوبنا اللي هن نحن محلل، نحن مباح أرضنا مباح دمنا بمفهومهم، هن هي مسألة وقت بس عنده مش أكثر، عم بيمارس نفس الإيقاع معنا. هلا بدي جاوبك بهذا بشكل إيقاع عام. اللي عم تطرح 1701، طبعا نحن اهل الجنوب خاصه من اكثر الناس دعاة الى السلام وتطبيق كل القرارات الدوليه، وانما كيف هل بدك تطبقي هالقرارات هي تاجيل المجزره فينا لترتاح لترجع تيجي علينا او بتكون ضمن مبادئ سلام عامه تؤمن استمراريه هالسلام. هذا التجارب كلها بتقول انه اذا بدكم 1701 تفضلوا باللي عامل المشكل، قالوا له يطبق 1701 اللي عم يفتعل المشاكل، وقبل ما يطبق 1701 يعني حتى انا بدي اكون مش مواطن جنوبي
بدي احكي انسانيا هلا، انا مواطن باخر مكان بهالمعموره الكره الارضيه، من بعد ما شفت اللي عم بيصير بغزه، هل عندك ثقه بمكان معين اللي كان عنده ثقه اللي كان يحلم بالسلام؟ نعم. من بعد شاف هالتوحش اغتيال للانسانيه، مش فقط اغتيال لاهل غزه، هيدا اللي شاف هالمجازر اللي عم بتصير وهالاباده، عندك ثقه بعد بهيك كيان؟ هاي الكيان لا يفهم الا بالدم للاسف. من بعد احنا كنا فكرنا انه انتقلنا لعصر بالقرن الواحد وعشرين الانسانية والثقافة والعلوم هي تصنع الفرق، قعدونا الى مش بس القرون الوسطى، الى ما قبل القرون الوسطى، الى ما قرون اللي قبل الاديان وقبل الانسانية. هيدا القرار تطبيق، هيدا القرار انقسام سياسي جديد. انا بتمنى وعم بحكيهم قصد هالكلمات هلا لكل المجتمع السياسي اللبناني ليعرفوا مين عم يتعاطوا، ما يصوروا الضحية انه هي معتدية والمعتد والمعتدي هو ضحية، عم نصور انه وكأنه اسرائيل هي طالبة سلام ونحن ما عم نعطيها اللي بدنا اياه وشو عم تعملوا. صدقيني شو ما كان موقفك من المقاومة بجنوب، شو ما كان موقفك سابقا، الواقع الحال بيقول هلا لولا وجود هالقوة الأثرية المقاومة نحن كنا بخبر كامل. نحن يمكن كنا عم نصبع كما تصبع غزة، ولكن لن يحصلوا على شيء هون ولن يحصلوا على شيء بغزة، وهذا ما تثبته أرض المعارك. فبس بنقول هون ضوية، نحن مع 17 واحد، نحن مع سلام مستدام، هيدا أكيد، بس تفضل إسرائيل هي تبلش بهالمنطق هيدا قبل ما تجي لعنا. نطبق القرار إسرائيل، لولا الجو الذي خلقته المقاومة لكنا في خبر كان، يقول ياس جرادي، شو ردك؟ يعني أكيد ما بوافقوا هيدا الشيء، أنه كان عندها دور المقاومة لحدود معين، سنة 2000 مفروض يكون خلص دورة، بغض النظر في يعني أراضي معينة لبنانية أكيد بعدها محتلة من قبل إسرائيل، بس تحل بالطريقة الدبلوماسية. ما في شك نرجع نقول أنه إلها كان دور قبل سنة 2000، بس مش لدرجة أنه نسلم ونقول لو ما هالجو اللي عملته المقاومة نحن كنا بخبر كان. أكيد أنا ما بوافق هالموضوع. هلا ما في شك اكيد نتعاطف مع الشعب الفلسطيني، واكيد من شد عيدهم بهيك ظرف انه بالشيء اللي عم بيصير، ومن دين كل الجرائم اللي عم تصير باسرائيل، بس للاسباب اللي قالها زميلنا الياس فلسطين الجرائم نعم. اللي عم تصير بغزه قصدك؟ بغزه قصدي اكيد، بس للاسباب ذاتهم يلي قال عنهم الياس، لازم نحن يكون عندنا اصرار اكثر واكثر انه يطبق 1701 ونخلي المجتمع الدولي. هيدا النقطة، يقال انه القوات اللبنانية هي يلي عم بتثير مع المبعوثين الدوليين او الدبلوماسيين اللي عم تحكوا معهم مسألة تطبيق القرار، وانه هلا اتس تايم، هيدي فرصتنا انه نحن نحشر حزب الله بهذا الموضوع. اما الخارج ما كان محرك الملف، يعني لولا مبادرات من عندكم، صحح لي هذا الكلام. بخبرك شغلة، وقت القرار 1701 اقر ب 12 اب 2006 القوات اللبنانية ما كانت يعني هاللاعب الأساسي بالسياسة، ولما نوافق عليه حزب الله، ولما المجتمع الدولي مجتمعا وافق عليه، ولبنان وافق عليه، وحكومة الصنيورة وافقت عليها، والحكومات المتعاقبة وافقت عليها كلها سوا، أوكي، ما بتصور إنه عايزة يكون في ضغط من قبل القوات حتى تتحرك. نحن أبعد من القرار، خليك معي، لأنه في حكي بتعديله وفي حكي بتراجع 30 كلمات. نحن بالنسبة لنا هول اللي أنتم كنتوا عم حريصين إنه نحن حريصين. رح خبرك شغلة، نحن شفنا انه من 18 سنة لليوم انه يعني ما نحل الاشياء لازم تنحل بالبلد، ولك وينه لبل حزب الله عم يقوى اكثر واكثر، حزب الله عم بيصير سلاحه عبء اكثر واكثر على الدولة اللبنانية، وبيطلع بجاهر هو بيقول يعني، وحتى اكثر من هيك رئيس حكومتنا بيطلع وبيقول قرار الحرب والسلم مش بايدي، لك وين وصلنا بعد 18 سنة من بعد ما هيدا. فمن المبدا هيدا، ما عليه هالكلمتين اللي بدي اقوله، نحن حريصين على تطبيق قرار 1701، لانه هيدا بوقت الحاضر الخلاص الوحيد للبنان، واذا ما اصرينا على هالموضوع اسرائيل رح تضل تنتهك اراضينا ورح تعمل شو ما بدها، والمجتمع الدولي رح يوقف يتفرج. نعم. قرار الحرب والسلم انه كيف بيكون بيد حزب الله، ولك لوين وصلنا؟ واضح الجدل، واضح هلا السؤال، واضح جدا. نحن لما من دعاة الدوله والدستور والمؤسسات، وان تحتضن كل اللبنانيين، وان لا يكون هنالك مقاومه برات قرار. في ناس مش مقتنعين لهلا. هلا خلينا بس لحتى نوصل الى مش لحالها، طريق طويل عريض من الدوله لحتى ما ناخذ بان لا اله، خلينا نكمل كلامنا كله، ان لا اله الا الله. طبعا. فحتى
حبذا لو كان عندنا دولة هلا هي تخوض المواجهات بجنوب وهي اللي تحتضن شعبها وهي التي تناصر غزة. بس لازم نخلي الدولة تقوم. فلا أنا كنت أقول قبل هلا أنا بحكي على بعض التوصيف هلا. ليش وصلنا لهون هذا ديبيتبل مش ديبيتبل نحن من اسمه معروف هي هذا كان في منحة انحداري وزبائن حضرته أسير سابق صح؟ أسير سابق حضرته إيه. بتحكي مع أسير سابق فعدم عدم أنا عم بحكي إنسانيا هلا مش من مش لا من طبعا تجربتك يعني وصلنا لا دولة للأسف ونحن نسعى إلى هذه اللحظة هو ملجأنا الدولي وإنشاء الدولة تحتضن كل اللبنانيين 100% وأن يكون مقاومة بكل أن تكون متكاملة مع الدولة كمان وإنما هلأ في واقع يعني هل الواقع هلأ هيدا المرتجى هذا المرتجى اللي نحن بنيه وإنما بالواقع هلأ في اعتداء أكثر من اعتداء على الجنوب أكثر من اعتداء على غزة هو اعتداء على الإنسانية جمعاء فكرته إنه ولوين وصلونا مش هي هلا اللي هي عملت الحرب بغزة كان في نواة دولة راحت انا بس بقول لك شغله بهالبساطه انا بقول لك شغله خلينا نناقشها بكل الامور انا برايي وجود السلاح ومقاومه غير خاضع لقرار دولي بشكل عام هو نتيجه وليست سبب يعني هو نتيجه لعدم انشاء دولي وصلنا لهون انا هذه واضحه عندي لحد معين بوافقك لحدود معين بس من مطرح معين المقاومة بتنوجد وقت ما يكون في دولة بس نهار تنوجد الدولة لازم المقاومة تضب سلاحها وتنخرط بالدولة فنحن وقت ما كان في دولة نسعى إلى بناء هالدولة المقاومة أنا معك بس بقيت الدولة بقيت المقاومة رحت الدولة نسعى إلى بناء هالدولة المقاومة أنا بسميها دولة مقاومة هي تكون مقاومة تحتضن وإن كان مثل كل جيوش العالم وكل بلد العالم إذا كان من مقاومة ضد حيلا عدو تبقى هي تكامل مع سياسة الدولة شفناها بأوكرانيا وغير أوكرانيا وهو أكيد عمل شرعي ومباح بس أنا بنظر هلأ واقعيا نحن ضمن الاعتداء وما عندنا دولة ومعنا إذا نص الشعب اللبناني بده المقاومة ونص لا شو بتعمل؟ بتفرض المقاومة عليه؟ هلا نحن رجاءً انا هي عم بطرح 17 بعدين انه الدوله كانت وصلت لمطرح معين صار فيها نواه لبأس فيها وصار في قصص معينه موجوده الدوله طيب وجود السلاح والاستقواء بسلاح وعدم القرار الحرب والسلم يكون بايد الدوله اللبنانيه خلى الدوله تنزل وتنزل وصلت لهلا وانتبه حتى الوضع الاقتصادي سببه الاول والاخير وجود السلاح لانه السلاح كان عم يحمي الفساد والفساد كان عم يفتك فتح يعني هذا تجني على الواقع لا مش تجني ابدا هذا واقع انا بقابل لك تفليس الدوله الحدود بين سوريا ولبنان تركها مفتوحه انا ارى تفليس الدوله انا ارى تفليس الدوله هو عده عوامل واهم عامل كان موجود هو السياسه الزبائنيه والنظام المصري مين كان حميون انا بوافقك مين كان حميون انا بقول لك شغلي لما كان يطرح بعض الاسئله او بعض الشك بحاكم مصر في لبنان هو كان شاف دوركستر خلينا نتذكر مين كان يستشيط غضبا بالدفاع عنه اكيد ما كان حزب الله كان الرمز المسيحي الماروني يعني كانت الاحزاب المارونيه السياسيه ما بدي هلا اتجنع حدا والمراجع المسيحيه عن غير موضوع انا بس يعني بسالك سؤال لا 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 في سالك سؤال انا برايي اللي عملوه بالنظام المصري في لبنان هو كان مؤامره حقيقيه هلا عم نشوفها اللي ما كان مصدق نحن كنا عم نسميه مس مانجمنت انا هلا ما بشوف كان مس مانجمنت كان مدروس ولما وصل لهون لحد ما يكون عندنا ولا اي مؤسسات ولا اللي صار هو عمل مدروس ما بدي اتهم كل واحد دافع عنه هو شريك ما بدي يكون معمم انا ضد هالتعميم هذا بس عم بقول لك تعال نشوف مين كان عم يدافع عنه طيب وعن السياسات خليني جاوب لا هودي مسؤولين اذا انت عم بتقول ما لا اعفي حزب الله انتبه انا مش عامل خليني جاوبك معلش خليني جاوبك شغلي تحديد المشكلة اللي وصلنا هي عمل فريق واحد اذا هيك بدنا نقارب الامور عندنا مشكله هيك سمعتني غلط ليك شو قلت لك انا حرفيا بس راح اسبقها بكلمتين نعم قبل وقت كان في فتره الوصايه السوريه كانوا حاطين للرئيس الحريري البي الامن مقابل الاقتصاد بتدق لنا بالامن من زعزع الاقتصاد وهيك وبالاخر دفع حق رفيق الحريري الثمن واستشهد بعد 2005 استلم المهمه حزب الله غطى على كل الناس الفاسدين بالدوله يلي غطوا على كل المسؤولين بالاقتصاد هو سلاح حزب الله هو تركهم يتحصصوا تركهم واكيد شارك معهم بالمحاصصه تركهم بفسادهم تركهم يحكموا مهنة بدهم عشرت ما تقربوا لي على سلاحي وانا بسالك سؤال حدود مفلوطة
كل شيء مدعوم من قبل من مصرياتي ومصرياتك مصريات محمد ومدام روزانا، مين كانوا عم يدفع حقهم؟ وين كانوا عم يروحوا؟ على سوريا. هذا جزء من التهريب. هذا جزء من التهريب. مين كان حمي؟ مين كان تارك الحدود السورية اللبنانية مفتوحة؟ حزب الله. مين كان تارك؟ هو بعتبر حزب الله هو سبب المشكله كلها. انا عم بقول جاوب على هذا السؤال. انت عم تحط سريعا بالدرجه الاولى. لا 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 مش انا عم اقول بالدرجه الاولى الفساد بهالمنظومه هيدي. انا ماني هلا بدي احط جزء. الحدود الفلتانية كانت مع سوريا هو كان جزء بسيط من اللي عم بيصير، لانه كان في تجار بلبنان عم يستفيدوا من نظام الدعم اللي كان محطوط هون ومن أوكي. اداره الاموال عم يستغلوا. لو ما كان في سوريا كان بده يكون غير سوريا. لما كان في محله حزب الله معك. لما كان في لما كان في بس هلا بيبسطوا منك باقي الاحزاب اذا محمل كل شيء لحزب الله. لا انا كل اللي سرقوا كل اللي عملوا انبسطوا. هلا انت حطيتها بمطرح واحد. ميرسي بوكو. قالوا لك انا عم بقول انا عم بقول لو سمحت لي انا عم بقول انا عم بقول حزب الله هو كان حامل فاسدين وفي فاسدين حراميين هم سرقوا البلد. انا بس بدي احكي على محمد الحزب الله. انا بس بدي اتعاطى بهالموضوع الاكارت مات. انا عم بتزيد المشكله لمشكله اكبر. صدقوني اذا بنكون انه انا عم بحكي في حالي وبحط الحق غيري، نحن عم نشوف كيف في منظومه اللي عم تتفضل فيهم هن يمكن بواقع معين مزبوط بس هن جزء من هالمشكله. طبيعي هن مشكله المشكله. انا ما قلت غير هيك. لما كان على حدود عم بيصير في تهريب لهون من نازحين وغير نازحين، ما شفناش اصوات. انت كان عم يصير لهون على لبنان. ما شفناش اصوات كانت عم تقول انه في مليونين ونص شخص اجى لهون. يس انت في ناس كانت عم تقول انه هذا رح يكون عبء على لبنان. انتبه انا رجاء ما بحب فوت بهالزواليب. ما تستدرجني على الفوضى. انا بدي اخلص وقتنا اساسا. بس انا بدي اقول لك شغله. لما كان في ناس عم بيقولوا عم بيحذروا من هالنزوح الغير مبرر لهون، كان في اشخاص يمكن انتم كنتوا منهم. كان في اشخاص عم بترد الناس عم بتحاولوا تحطوا لانه هلا عم ندفع ثمنها. رجاء يا بنا نحط كلنا حالنا على الطاولة نتشرح ونشوف وين غلطنا كلنا، أو إذا بنروح بحل المشكلة بتحميلها لجهة واحدة برأيي عم نشوف. أنت عم تخدم مطرح بدك. أنا عم أقول لك أنا عم أقول لك كلمتين مختصرين. معروف مين الحرامي بالبلد ومعروف مين كان حامل حرامي. انتهى الموضوع. شكرا. هذا كنت عم أقول لك إيه. شكرا شكرا للنواب الياس جرادي ونزيه متى. يعني هذا الحديث يطول. شكرا لزميلنا محمد حميد. ما بعرف كيف شيء بدك تقوله سريعا. لا كنت بدي احكي عن بس 13/1 بسرعه انه لا وزيره الخارجيه الفرنسية يعني رددت يعني ما قاله المسؤولين السابقين، لكن الجديد بالموضوع هو نعم. عرض فرنسا على وساطة انه بين لبنان واسرائيل بموضوع يعني الحدود، انه ممكن اسرائيل تنسحب من بعض الاراضي المحتلة. نعم. اللي حكى فيه استاذ كريم اول بارت. مزبوط مزبوط. نعم. هذا الموضوع. نعم. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا، وشكر خاص للوزير السابق كريم بكردوني لوجوده معنا في القسم الاول، وللنواب الياس جرادي ونزيه متى وزميلنا محمد حميه بدبلوماسية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.